السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد. اليوم 9 سبتمبر 2020، كما عودناكم دائما مع أخبار أسعار العمولات في السوق الجزائرية. اليوم جميع العمولات ثابتة، وكان حتى تغير. قبل أن ننتقل إلى شرح، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لنستمر. نلتقي بعد الفاصل. اللايك لا يدمر الصحة ولا يؤدي إلى الوفاة، اعمل لايك. اليوم الفرنك السويسري 18000 عند الشراء، 18800 عند البيع. بالنسبة لليرة التركية اليوم 2000 عند الشراء، 2300 عند البيع. أما اليوان الصيني اليوم 2100 عند الشراء، 2300 عند البيع. بالنسبة للدينار التونسي اليوم 5800 عند الشراء، 6000 عند البيع، مازال ثابت. أما درهم المغربي 1500 عند الشراء، 1700 عند البيع. بالنسبة للريال السعودي 4200 عند الشراء، 4500 عند البيع، لا يوجد تغير فيه. أما الجنيه الاسترليني اليوم 1600 عند الشراء، 22 عند البيع. بالنسبة للدولار الكندي اليوم 12400 عند الشراء، 12700 عند البيع. الدرهم الإماراتي 4300 عند الشراء، 4500 عند البيع. أما بالنسبة للجنيه المصري 850 عند الشراء، 1000 عند البيع. الدولار الأمريكي 17000 عند الشراء، 17200 عند البيع. الأورو اليوم ارتفع، راه 19600 عند الشراء، 20000 عند البيع، ويختلف من ولاية لولاية. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لنستمر. كما لا تنسوا زيارة مدونتنا معلومة ويب، سأتركها لكم في الوصف أسفل الفيديو. والسلام عليكم.